كشفت جمعية المطاحن العراقية عن استيراد العراق الطحين الصفر بقيمة 800 مليون دولار سنويا، فيما أبدت استعدادها لإنتاج كميات كبيرة تكفي ل 120 مليون نسمة. وقال عضو الجمعية رحيم محمد خشن أن المطاحن العراقية قادرة على إنتاج كميات كبيرة، ولكن الأمر يتطلب تنسيقا أكثر ما بين الجهات المعنية الحكومية وأصحاب المطاحن، مبينا أن توسيع نشاط المطاحن وتفعيل المشروع الوطني لإنتاج الطحين الصفر يسهم إلى حد كبير في تقديم الأعلاف النوعية إلى الثروة الحيوانية، ويعمل على رفع الطاقات الإنتاجية للحليب الخام واللحوم الحمراء، وهذا بدوره يقلل استيرادات من هذه المواد ويوفر مبالغها للاستثمار داخل البلاد.